عايزين نسمع موال، نسمع صوت صباح الحقيقي. اول شيء بدون مكياج، اول شيء الموهبه، اول شيء الموهبه، وبعدين مع الموهبه اذا اللبس حلو والشعر حلو او الشكل مثلا معقول فهيدا كمان كتر خير الله، يعني بيبقى شيء من الله كويس. وبعدين ما حد كتير دارج انه المطربة توقف هيك تتسمر مثلا قدام الميكروفون وتغني، يعني لازم يكون في حركة، والناس تعودت على صباح مثلا بتضحك بتعمل فرح مثلا مطرح ما بتكون، فانا هيدي طريقتي، عرفتي كيف؟ لا يعني هم يعني بجدد مثلا شوي مع الغنية، بمشي مش انه برقص، بتحرك. وبعدين لما الحركة ما عليهاش اي نقد، يعني لا في ناس بيقولوا مثلا انه صباح بترقص او انه لا هيدا مش رقص، لا الفساتين يعني ممكن الليلة اللي انت تظهري فيها على التلفزيون يحصل 100 خناقة، كل زوج عاوز فستان زي صباح او يشبه لصباح، وبعدين الشعر هو الفيدات طبعا الباروكة، هو الفيدات لما تكون فيدات واحدة يعني لازم تلبس، يعني تلبس منيح. ليش لكان فيدات؟ لا شعري الباروكة بتبان. يعني انا ما بحبش انه الواحد يحط، الست تحط بيريك لانه بتبقى اصطناعية مش حلو. بجوز مثلا بساعد بشعري اوقات لحتى اذا انا مشطت شعري، انا قاعدة قدامك فانا حاسة من يعني قدامك كده مش حاطة حاجة، لا مش حاطة، بس انا سمعت ان انت بتحطي مثلا 5-6 ادوار يا ساتر يا رب، او باروكات وحاجات كده، فانا شايفة دلوقتي مش شايفة حاجة. طب يعني اول شيء راسي بده يوجعني اذا حطيت 5-6 ادوار مش حقدر احملهم، وبكره الست انا الاصطناعية اللي بتحط 5-6 ادوار مش حلو. يعني انت حقيقي طبيعي حتى بوستيش اوقات بحط لانه لقلك ليه، اذا بدي اشتغل مثلا مسرحية طبعا شعري الطبيعي اذا بدي اتركه على الشغل والتعب والعرق بيعرق بينزل، اكيد مش بحط من هون بساعد شعري مثلا بالنص لحتى يضل الشعر واقف بمظبوط. بس انا شعري يعني نفسه هو نفسه لحد هون هيك طويل كمان، يعني مش انه بحط مليون شغله، لا لا انا ست تكون طبيعيه يعني. انا مصدقاكي. ولياما بيقولوا عني اشياء يا دلي ما بخلص، لو بدي صدق كل اللي بيقولوه عني ما بخلص. ساعة راحت يا حرام المستشفى عمل التجميل، ساعة راح ضربوها بالمستشفى، ساعة سافرت مدري لوين، ساعة قولي على طول هيك بقول لهم مزبوط مزبوط شو بدي اعمل فيهم. صباح السميعة بقى، اول شيء لخبرك شغلي خلين كل الناس يسمعوا ويعرفوا، ما في مرة عملت تجميل ابدا خالص. ولا بفكر شد ومشد والحاجات دي، لا ما بفكر ابدا ابدا. انا شايفة عندك هنا شوية حاجات اللي هي الطبيعي، يعني لو انا كنت فاكرة ان هيبقى حاجة مشدودة كده، لا اعوذ بالله، بشرة طبيعية جدا يعني الواحد حلو يكون طبيعي على كل حال، بجوز بعد 20 سنة يمكن مثلا فكر اذا ضليت عايشة. ربنا يديك. مثل هذيك المرة قالوا يا حرام راحت على مصر، انا عندي حفلة بتعرفي كان براس السنة، راحت على مصر لتشد وجهها، طيب ليش بده يروح على مصر لتشد وجهها؟ تفتكري لو الواحد ابتسم كتير وشه يتعب؟ لا الابتسامة بتخلي الواحد يجدد شبابه ويضل هيك وجهه بتعمل كسرات وحاجات كده؟ أحلى شيء الابتسامة بوجه الواحد. طب احنا بعدنا عن الموال بقى، نسمع الموال. يلا يلا. لبناني موال لبناني؟ زي لبنان صباحي. الله كن معاك ميال عين الكل التك بتقشعك، قلبي عطيتك جنب قلبك ودعوتك ما تنهت يتنهد معاك، وجيب المجوز يا عبود ورقص ام عيون السود، وخلي الشحرورة الصبوحة تغني ويهب البارود. الله. كمان عاملي قولك عملية تجميل لصوتي ولا شو؟ هيدا الصوت الوحيد اللي مش ممكن واحد يقدر يقرب له. ده من عند ربنا. مدام صباح قولي لي، لو انا قلت لك
عندك شوية قبولات وشوية صفعات شوية هنا وشوية هنا. وهقولك أسماء تبعتي لكل واحد يا إيه يا قبلة يا صفعة، وإذا عايزة تخفف الصفعة لأرسى لكلمة صغيرة وليش صفعة بس يعني نكون صراحة يعني ليش الصفعة نخليها ايه؟ انا بحب كل الناس قلت لك من الاول ما بقدر اصفع حدا. طب نخليها ايه؟ خليها قبولات بقى احسن على الماشي. يلا لو وسيم زعلت في معلش. طب يبقى يا قبولات يا ما فيش حاجة خالص. طيب عبد الوهاب قبولات، عبد الحليم قبولات، فهد بلان قبولات، محرم فؤاد. محرم شو قولك؟ ولا حاجة، احسن تزعل مرته. عاصي، عاصي الرحباني ألف مليون قبلة. وديع. وديع كمان. وردة. وردة حبيبتي. مفيش قبولات؟ طبعا قبلة كبيرة الوردة. فايزة. وفايزة كمان قبلة كبيرة. نجاة. إذا قبلت فايزة أحسن بعدين بتنرفز علي. نجاة. ونجاة كمان. فيروز. قبلة تغنى لنا نجاة. فيروز. وفيروز كمان. كلنا انت عارف قبلات كثيرة. لا عارف ليش؟ لانك عم بتنقي لي فنانين بيحبوهم كل الناس ومشهورين وكويسين. طب انا اللي ماليش قبلات. انت قبلاتك حرزانة انت لان انت جنبي حدي. في عايزة اسمع بقى منك غنوة بتحبيها قوي من اي مسرحية، يعني غنوة عزيزة عليكي من اي مسرحية الي يعني. شو بنسمع يانا يانا دي دي يعني دلوقتي حالا تسمعها لي. هيك يعني. هيك. شو منغني؟ زي العسل يا ريت. ولا يا دلع؟ زي ما انت عايز، انا بحب كل اغاني. يا دلع يا دلع دلع بالحلوي، طلع يا دلع يا دلع دلع بالحلوين، طلع روحي حبت روحك وقلبي فيك تولع، وقلبي فيك تولع. يا دلع يا دلع دلع، يا دلع يا دلع دلع، يا دلع دلع. يا دلع. الله يرحمه فريد. يا سلام، يا خسارة، مش خسارة كل فنان كبير يموت. في حاجة غريبة قوي خلتني، الكلمة اللي انت قلتيها دلوقتي خلتني توحيلي بسؤال يعني. الفنان يفضل عايش يقدم فن كبير وفن حلو وما يتقدرش إلا لما يموت، ليه؟ لا الحقيقة بتقدر الفنان هو عايش يعني في فنانين كتير، في فنانين كتير لما تقعدي معاهم تحسي إن هم بيقولوا بيطلبوا أكتر وحقيقي مش مقدرين وهم عايشين. لا الحقيقة شوفي في كتير فنانين وعايشين مقدرينهم، ما في شك يعني. لا ما بقولش على فريد، لا كل الفنانين، كل الفنانين، في فنانين، في فنانين كتار يعني. شوفي هو الحقيقه لازم واحد يفكر انه في فنانين لازم يعني المسؤولين يهتموا فيهم اكثر. عرفتي كيف؟ هذه ما في شك، لكن ما في شك انه الفنان عايش كثير بيقدروه يعني وبيحبوه وبيكرموه، وشو بده احسن؟ والقلوب كلها مفتوحه له، شو بده احسن من هيك؟ بس في فنانين بيحبوا شوي انه ينعوا شوي، انه ليش ما بيعملوا لنا هيك وليش مدري شو يعني بحبوا مثلا يقولوا هيك اوقات. صباح ملهاش ملحن ملاكي، لكن احنا متعودين في الضيافه دي نقعد نتكلم بصراحه. طبعا. لكن ليها اكتر من زوج، ايه الحكايه بالظبط؟ شوفي الحقيقه يعني شو بدي اقول لك، طبعا انا مش مقياس على اي ست عادية. نحن الفنانين يعني قلنا اشياء فانتزي شوي يعني مبالغ فيها، منحب نعملها والجمهور بيقبلها يعني. طبعا اي ست عادية المفروض انها تضحي ببيتها وتحمل وتكون جنب اولادها، والحقيقة الست اللي مستورة وحدها رجال رغم كل اغلاطه بضل احسن لها يعني. حلو الست تكون حدها رجال دايما حميها، بس انا مش مقياس يعني. انا كنت كتير ما الناس بتحبني وبتدلعني وبتجوز شخص بجوز ما بيفهم ظروفي، اكيد هو بيكون احسن مني،
بس ما بيقدر لي ظروفي او حياتي الفنية، او يا بطل الفن وخليكي بالبيت مثلا بعد كذا سنة انا انشهرت وانحبيت. اول شيء ما بقدر بطل الفن، صعب كتير، او بغار كتير، او بده يتدخل كتير بشغلي او هيك، او انا بشوف نفسي عم ضحي كتير وما فيش اخلاص من ناحية الاشخاص اللي هن جنبي. فاكيد يعني بشوف انه انا كل الناس بتحبني وكل شيء صير لي، ليش انا بدي ضحي كل حياتي وكل عمري والعمر واحد حد شخص منه مقدرني؟ ففضل اني انا ابتعد او انه اعيش اعمل حياتي لوحدي. وهيك بتجي هيك وكله نصيب. يعني مثلا هلا وسيم لحد هلا كتير فهمني وقاعد جنبه مبسوطة، يمكن لو اتجوز بحياتي رجال فهمني ما كنت تركته. وعشان كده دايما بتعبري بأغانيكي عن حياتك وعن طريقة تفكيرك. احيانا يعني يقولوا حبيت يقولوا. اي طبعا يقولوا حبيت يقولوا، ما فرقني معي. حلو الحب. من أفكاري من روح من أفكاري.
شاء الله يا ولد عمرك بفوح ما الله لا يكون ما شاء الله لا تزعل داخل الله حب محل الليل لا تزعل داخل الله حب محل مدام صباح، لو حط قدامك كلمات غنوة جديدة وحط قدامك في الناحية التانية فستان جديد تبصي لأنه الأول؟ لا الغنوة. طب عندك لأنه كل يوم بيطلع مليون فستان حلو بس ما بيطلعش كلام غنوة جديد حلو. عندك كم فستان؟ عندي كتير قوي بس بوزع كتير قوي يعني في كتير مثلا بنات يكتبوا لي مثلا واحده عايزه تتجوز واحده عايزه رايحه سهره ما عندهاش واحده مش عارفه ابعت لهم. طب كويس. وفي بنات يجوا عندي او ستاتي يعني يختاروا فساتين من البيت هم بنفسهم ياخدوها يلبسوها وعندي اهل كتير بوزع. طب كم غنوه عندك؟ كتير برضه. كتير قوي زي يعني مش عداهم. بتعملي لكل غنوه طبعا فستان؟ لا حسب. زمان عارفة زمان كنت بعد صغيرة وهيك بتعرف الواحد صغير وطالع على الحياة جديد بده يلبس بده يعمل. هلا عقلت شوي. اكسسواراتك ايه؟ شوفي حلو الست زمان كان كتير دارج الدندشي حلق طويل هيك وعقودي وشغل على الفساتين بس هلا درج البساطة اكتر يعني لا حلو الست تلبس اللي بيلبق لها هي اول شيء الموضه وبعدين حلق ناعم مثلا شويه اخواتي حسب اذا الشغل في اذا الفستان في شغل تقلل الصيغه شوي واذا الفستان ما في شغل فيها تلبس اللي بدها اياه. لا بس انت مره جيتي على مصر وطلعتي على المسرح ولبسه فستان شيك قوي كله مجهول بالفصوص وقلتي على البساطه. انا ضحكت. ايوه ايه الواحد اوقات مظهره غير عيشته يمكن بالبيت بحب ما هي البساطه برضه لا يعني مش بس مظهر. المنظر لا في الطبع وفي الحياه لكن ده جزء من البساطه يعني مثلا انا بالبيت اوقات كتير بقعد باكل حبه زيتوني بقعد باكل نتفه بطاطا مثلا وسيم بحب البطاطا كتير بتنصح بخاف باكل معه بطاطا باكل اي شيء لكن برضه المظهر مش جزء من يعني البساطه برضه بتخش في المظهر كمان طبعا البساطه مثلا هلا اني الصبح بلبس كتير بسيط تنوره وبلوز وبمشي فيها بس بدي اكون على المسرح بس عارفه كيف بدي اكون على المسرح والناس مثلا يطلبوا من صباح غنيه على البساطه مثلا بتعملي ايه طيب شو بدي اطلع مثلا تنوره وقميص ما بقدر لازم البس فستان يليق بالاغاني اللي رح غنيها كلها مش بس بالبساطه المجوهرات اللي بتلبسيها حقيقي ولا فلسو يعني في منها حقيقي وفي منها فلسو في اشياء فالصو كتير حلوة كمان ما بتنعمل حقيقي مواصفات الست الانيقة ايه؟ انها تلبس اللي بيلبق لها والرجل الانيق اول شيء الرجال لازم يكون انيق بعقله وبطبعه هاي اول شيء وبعدين اللبس كمان مش ضروري انه يكون يعني يلبس حاجات يعني فقعة قوي يلبس الشيء الكلاسيك اللي بيلق له الحلو طبعا اذا فنان مثلا بيقدر يلبس اشياء فانتزي او شيء مدام صباح على فكره قبل ما هي البساطه حلوه بكل شيء على فكره طبعا بتعرفي انت انه اوقات انا مثلا الخدامه بيتركني بتعرفي شو بعمل انا بطبخ لهم انا بكنس البيت بساوي التخوت بيضحكوا بكنس الدرج كله من فوق لتحت اول شيء بقول تمرين لجسمي وثاني شيء بقعد بالبيت بكون نظيف مره الجيران شافوني ما صدقوا قال انت صباح بتعملي قلت شوفي يا حلو الشغل لا وصباح اولا واخيرا ست يعني مش كده ست بيت يعني المفروض انه الواحد يكون كل شيء اكيد مدام صباح ما سالنا عليكي علشان
نجيبك ضيفه زائره مساء. فقالوا لنا لا دي مدام صباح راحت تصطاد، تصطادي بالبندقيه بقى ولا تصطادي سمك ولا تصطادي حاجه جديده من كله. صحيح من كله، سمك وعصافير وعصافير وبط وارانب. ووسيم بحب الصيد كتير وما في شك انه الاردن بلد جميل يعني وشعبه اجمل منها. ورحنا الازرق محل كتير حلو، والواحد لما بيكون بلده تعبان يعني بيكون هو كمان نفسيته شوي تعبانه، فوسيم بحب انه شوي يسليني. مثلا الحلو بوسيم انه دايما بيملي لي وقتي، ما بحس بملل. ففي هون محل اسمه الازرق بيصطادوا بط فيه، عاملين هيك مثل شاليهات وقصص حلو جميل بشكل يعني اللي بده يريح اعصابه يروح لهوني. فاخذني ويك اند ورحنا اصطادنا، يعني هو اصطاد طبعا بط وانا بجرجرني وراي مثلا بيركبني خلصت على البط فبقعدني معه وتفرجي كل ما ضرب مثلا ضربه يا بابا بيقول لي مبسوط، اقول له كثير كثير وحرام البطاط تصير هيك يا نوسن اكلك منين يا بطه، وبغني جرى البطه على فكره انا عايز اسمع منك فكره اكلك منين يا بطه. طبعا نجحت كثير اكلك منين يا بطه، أكلك منين في فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، هاتي واحدة لماما عشان ماما عيونها الاتنين الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارفة ياكلوكي منين ياكلوكي منين منين ومنصطاد سمك. ووسيم بيحب البحر كتير كمان وعودني، أنا ما كنت كتير حب البحر، هو كابتن بقى وعنده يعني مركب وبياخذني فيه وبيجيبني. بالاول كنت دوخ هيك وحصرت علي، بعدين هلا تعودت خلاص كمان نقعد نصطاد سمك. ومره حتى يخليني احب البحر يعني واصطاد سمك هيك علق لي سمكتين هو بالسناره، وانا صرت شيلهم وفرفره هيك يا اصطاد سمك وفرخ، وهو عم يضحك علي انه حاططهم. نرجع تاني بقى للجد. شوفي الجد بتاعي شكله ايه، وزنك كم كيلو؟ يعني أنا كنت 55 لما رحت على مصر، طعموني حمام كتير محشي وأنا بحبه، فيمكن يمكن زدت شي كيلو أو 2 كيلو ما بعرف الله أعلم لما تيجي على مصر تاني عمل لي كان حمام محشي. لا والله تعمليه طيبة يا لطيف. شو طيب يا لطيف؟ لو تعرفي جبنا يا لطيف ده كلمة إيه؟ كلمة إعجاب؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف عندنا دي. بتعرفي نحن جبنا معنا حمام لأن وسيم كتير كتير حبه، خصوصا هون الرز المحشي هون كتير طيب، فجبنا معنا حمام أنا وأختي قعدنا نعمل الحمام وقلنا شو بنرتب له الرقبة مظبوط، فصار لا حشيتها بس شو الرزيت هيك كلكع وهيك وربوا من هون طلعوا هيك من هون قال انتوا متأمرين على الحمام ما بقى بدي تدخلي الحمام فراحوا الحمامات يا خسارة. كنت حطي رز كتير بعدين تروح يا حرام تروح عند الدكتور بتاعنا مدام صباح. انا بقى هاخدك دلوقتي كده زي ما احنا هنقوم او انا هقعد وانت تقومي تروحي تقعدي على كرسي الاعتراف. يا دلي انا شوفي اعتراف كمان هتعترفي مفيش فايده. شو بدي اقول؟ ما عندي انا هسال وانت تعترفي. صحيح ايه رايك؟ طب لا دخيلك خليني اغني لكم غنيه قبل ما اخليكم يعني ترقفوا بحالي قبل ما اعترف. نحط غنيه، شو بنحط؟ المجوز يرفع ايده
صباح صباح أم صباح، حنقعدك على الكرسي الاعتراف الهزاز المريح ده لأنه بيخلي الواحد يقول صراحة. عارفة ليه؟ لأنه متوصل بجهاز كشف الكذب. لا تكذبي دن على طول، ولي أنا مش متعودة أكذب إلا جنب أبيض، يعني معلش الأبيض مسكين. والله هو هيشوف بقى الحكاية دي، الأسئلة بسرعة والإجابات أسرع وأسرح. يا ماما صباح بتخاف من إيه؟ بخاف من كل شيء هيك بيزحف على الأرض، ما بحبه. صباح بتحلم بإيه؟ بحلم إنه الفن العربي يوصل للعالم كله، ينتشر بالعالم كله. تمثلي دور أم في السينما؟ آه ليش لا طبعا. طب دور جدة؟ آه لا 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 جدة لا. تصير جدي بعدين ممثل. لا بطل. الفنانة المحبوبة صباح، هل فكرت في اعتزال الفن بالوقت الحاضر؟ لا. صباح ملولة في الزواج؟ لا يعني احيانا. صباح امام التلفزيون بتعرفي الفنانات من غير ما تسمعي اصواتهم؟ اه بعرف من مشيتهم من حركاتهم قبل ما اشوف وشه. هل كانت صباح يوما ما مديونة؟ لا.
يعني شوي. أعمق حب في حياة صباح وسيم. طيب الأمومي معلش. هل دخلت جورجينا رزق الفن من باب الجمال أم من باب الموهبة؟ بالأول الجمال وبعدين الموهبة. طيب الجمال ما تزعلوا يا عم. مدام صباح عايزين توقيعك على اعترافاتك. زي العسل على قلبي هوا، زي العسل على قلبي هوا، وزي العسل على قلبي هوا، زي العسل. كانت صورة بالحجم الطبيعي الملون لصباح.